سلام بناتي، نهار جديد، بلوك جديد. اليوم خدام نعاود لكم بحال شي خرافه. اليوم جبرتوني غير خرج نعاود لكم القصه ديالي النهار. اليوم حراره بزاف، قايله بزاف البنات. والله شنو كنت نقول لكم، اليوم كنت خدامه البارح، نعاود لكم البارح. البارح كنت جالسه ما عليا جاو عندي شي ضياف، نشوف حالهم مساكن. طريق سلامه، كنحماق عليكم، شكرا بزاف جيتو عندي. قلت لكم البارح صافي خرجنا مشينا دورنا، زعما كندروش طعيت لي راجلي قال لي حنان دابا امور او رميزمو بيني بورتي. جا مراي كيجري انت ويلي شنو هاد المصيبه، صدق الراجل اللي شبر شلاده ما جاش. عرفي قلت اش كيدو، انا ما عارفاش، يعني اول مره غنخدم في الشلايد، عمري ما خدمت في الشلايد. سبق لي خدمت في بار ولكن بوكاديوس، يعني ما عارفه والو د الشلايد. شنو صدق جيت عارفه والو، والله الا داك دخلت جيت بسم الله، قلت بسم الله ان شاء الله ربي يعاوني. صافي ربي يعاوني وغنزيد وغنصدم. صافي دخلت، انا ماشي يعني مع راجلي، ماشي زعما تقولوا غن لا نقول داك. صافي دخلت خدمت، طلع نبيع ليا ما شاء الله. نتوما كتعرفوا نهار الجمعه كيكون الخدمه بزاف، من واحد الدرجه ما نقدرش نقول لكم، كتكون الخدمه الطوب مع كيكون عندهم موسيقى. كانت عندهم الطوب هنا الضليله، كانت عندهم الخدمه بزاف. الحمد لله جبرت خاي وقف معايا عاوني وراني بزاف الحاجات. اليوم جيت في الصباح طلعت نخدم لافندريه بحال دائما، جا رجلي قال لي لا والو، الولد جا عمل لك بريباراسيونيس يعني الحاجات، لان ما كنعرفش نعمل بزاف الحاجات، يعني بحال مونطر الشلاضة، مونطر بوستريس، عمل حاجة زايدة خفيفة، ماشي يعني غنوجد غنعمل بريباراسيونيس ديال بحال بوستريس، هذوك ما عرفهمش، خصني يعني لابد خصني على الأقل سيمانة يكون معايا باش نقدر نعرف كلشي. شنو صدق؟ جا اليوم في الصباح عمل بريباراسيونيس ديال اللي خصو هو كامل، جاب كري. انا طلعت بحال لافندريه شلا بديت نخدم، عيط لي راجلي قال لي هاود. قلت له علاش، قال لي ما تخدمش لافندريه. قلت له علاش، قال لي لان الراجل جا عمل لك بريباراسيونيس ومشى بحالو. قلت له اوف، شتيتو شنو وقع؟ بقيت طلعه هواده، كنطلع فوق كنعمل مانتيليس كنهون تحت، كنطلع فوق جاتني الدوخه، جاتني بحال الغيلوف، بحال قلبي طالع حاشاكم بعدا. ديك الساعه قلت لا 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 لا، قلت اش كتعرف، هوت عند راجلي. قلت له كتعرف، قلت له انا ما نقدرش نبقى طالعه هواده، طلع شي واحد من الدراري ديال الكاماريروس طلعوا يعملوا مانتيليس وانا نجلس لك في الشلاط، لان الدنيا نتوما كتعرفوا عمل بريباراسيونيس ومشى بحالو، خلى كلشي موسخ تما. انا ما كيعجبنيش نخدم ماشي موسخ، يعني نقول لكم خانز لا، يعني الحاجات منزلين، يعني خصني نمساح نعوض كل حاجه باش بلي ان شاء الله يا ربي يكون عندي كلشي معوض على يدي. وعارفه المواطن ماشي بحال البارح، لابد خصني نسقسي على خاين نقولوا فين هو، وهو كوزينه يعني عنده الطيا وديك الشيء. صافي دابا خدمت، يعني عملت الحاجات ديالي، عوضت كل حاجه مضعب. ما كانش عنده مانجو، ما كانش عنده شنو اخر، شنو كان ما كانش عنده اخر، يعني عملت ثلاثه الحاجات، يعني كلشي كان عنده معد الصراحه. غير مسحت الموطع فين كان كيقطع الخامون، كان عنده كلشي نزلت من ان الراجل نتوما كتعرفوا المراه ولدت له مسكينه، ولدت له بالعمليه وداكشي، قال لا والو خصني نمشي داغي. وانا بيدي لو كنت مطعو ومطع ديك المرا مسكنه وعاد ما عندها حتى شي واحد هنايا بوحديتها، انا كخصني نمشي عندها، ولكن ما قدرتش مع حساب الخدمه وداكشي ما قدرتش نمشي. بالحق ان شاء الله يا ربي الحبيب، اليوم في العشيه ولا كتب غنمشيو نطلع ليها في الطويل، لان ولدت بالسيسارية. هذه هي الدنيا، لان ولدوها قبل الوقت ديالها، ولدوها قبل شهر ونص، لان ما كانتش كتقدر تنفس، والترابي غيموت له في كرشها، لان ولدت واحد بنوته ما شاء الله ما شاء الله. ولا مشيت ديك الساعه نعمل ولا بغا غنصور لكم، لان واحد ازاي وخاص بلوك من ما كنوجد بوستي ولا نوجد شلاده، ما خصنيش نطول عليكم، كنحماق عليكم بنات. بيسو بنات كتكون عادي، ولكن كتكون خدمة من البارح كنت
عاد ملي ساليت خرجت سبحان الله صورت لان يعني كم يوم ما كتغرش هي يعني كاين شي انا كان انا بين الليله كنت سعيده ما كنتش نخدم ما كانوا شي حاجه ديال حاجه تقامي ديال الشغل ما نقدرش نعاودها بنات هان قبيلتي كنت غنوجد لكم البوستري اللي قلت لكم ولكن جا الولد داه كيطير هذا بنات هذا التيراميسو هذه باناكوتا اللي كنسربيوها هذا التيراميسو قبيلتي علاش ما وريت هذه النوطه قبيلتي ما وريتش لان جاو غنوجد براوني دابا هادشي ما كيهوتش زويقه خفيفه هذاك اللي ينزل محمود ايمن ديكا شوفوا لي على الصداع اللي كاين كويس باش نوريكم شنو كاين هذا براوني كيف كيجي خليكم على خير هذه الطاطاي كيسو كنعملوا لنا النقطه هيدا هنا طاطاي كيسو طاطاي ويسكي منين كلينتي اولا بور فابور نو توكا هنا كتسيب عليها الويسكي من الفوق هيدا هذا التالا غنجيبو اخر ها الشكل النهائي وها الشكل النهائي بنات رجعت بغيتي نغنقي كامبيتا باش بالليل كنبريباري هادي مع انا معدلي شي هو يعني كنعدلها باش مبيس نزبلو بوينو كنضيع الوقت شنو كتجي شويه ما كنتش تكون عارفه كنا ذكرنا الايام
بعد ما ولدت راه جيت كندير الغيره كديره اللي كدير الغيره وقلنا ماشي شي يبين ولكن بانت وبان الفوق حتى النهار عاوتاني حق واحد اللي كيعجبني ما كيعجبني واحد الحاجه اللي كيعجبني فراجلي الصراحه وقال الراجل اصلا قال الوالدين قال في الاول ما كنتش كنعرفك حسيت بشي حاجه نقصت لي في قلبي ولكن من بعد صاروا رجعوا صحاب يا الله كان صديق ايوا ربي يخليكم بعضيتكم وربي يخليني حتى انا ديالي ايوا انا غنوريكم بالليل غنزيد نوريكم خلي باش ما يجيش هذا ديما كنقولها لكم ما خصنيش الفيديو يجي طويله الزوينات بينو غنزيد نكمل على هاد الرنديت تاعو باش ما معاك تعمل لها التاج الكوزينه راه يعرف علاش واش كتشوف هاد الكامبا صافي البنات الا بغيتي الكامبا ديالك تقلكم مزيانه سخنوا الماء ياك سخنوا الماء خليوه يكون طيب تغلي كتشبروا الكامبا ديالكم اي كامبا كانت عندكم رخيصه هي اللي كان كتشبروا ديك الكامبا كتسيبوها متلجة الا كانت طريه طريه ولكن هي لابد كتكون يعني كنتي لابد كاين الواحد اللي كيشريها طريه ولكن على حسب الريستوران ديك ولا انتي ناشيتي بزاف ما تقدرش تعملها كامله لابد تكون عندكم خلالها كتشبروا وسيبوها غتسيبي غتغلى غادية تسوى كتجي واو يا سلام وينو بناتي نخليكم على خير تبقاو على خير خليكم معايا باش تشوفو كيفاش غنكون مرونة بالليل روانة روانة وينو أيوه الفيديو ديالي هادي طرطا كرباسة هادا ترمسو هذا بركان pero aún falta helado vainilla y helado vainilla aquí no me hace falta nada así sale bueno a ver cómo